اللي هي هملولة تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني لعلي بن يمي اللوهيبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة يتجدد اللقاء بحضراتكم في استمرارية أشواط مساء هذا اليوم الجميلة الذي تحمل تحديات هذا الميدان وتحديات ميدان المرموم تحفة الميادين في تمهيدي المرموم الذي يحمل هذه الشعارات. الشوط السابع في تعداد أشواط مساء هذا اليوم والخاص بالجعدان اللقاية بالجعدان لإذاعة المحليات الأصايل الذي تحمل شعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. نسير مع مقدمة الشوط وننطلق مع المركز الأول. محمس يقود المشاركين ويندفع بالمركز الأول يعلن هذا التحدي الجميل. محمس تعود ملكيته من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير يقود المشاركين ويندفع على مقدمة الشوط. يلي في المركز الثاني سراب تعود ملكيته لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيج بن سالم بالعرطي يقوده في التضمير بينما ياتي هملول على المركز الثالث بشعار هجن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي. نشوف هناك المركز الرابع وننطلق مع المركز الرابع وياتي هملول من هجن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي على المركز الرابع. الأربع المراكز الجميلة والرائعة الذي تنطلق في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل والرائع مع الجعدان المحليات الأصايل في أشواط الإذاع في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع وفي هذه التحديات الرائعة والجميلة. ما شاء الله تبارك الله على هذا المنظر الجميل وعلى هذا الانطلاق الرائع على أرضية هذا الميدان. نسير هناك مع هذا الانطلاق ومع الانطلاق على المركز الأول. العودة إلى مقدمة الشوط هملول قاد المركز الأول. هملول كذلك يأتي في المركز الثاني السلالة الهملولية مع الشعار الأحمر شعار هجن الرياسة يسيطر على المركز الأول والثاني بهذا الانطلاق. وعلي بن يميل الوهيبي الظافر ظافر المضمرين هناك من ينطلق مع هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع. بينما المركز الثالث يأتي في محمس على ثالث المراكز من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يقدم محمس على المركز الثالث على الانطلاق في هذا الاندفاع وهذا التحدي الجميل. هناك المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام وبنلقى في المركز الرابع سراب لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. وعتيج بن سالم بالعرطي الحميري هناك يأتي في المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم في صوغان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي. فايز بن غافان اليابري يتولى عملية تضميره في خامس المراكز. هذه الخمسة المراكز الأولى هذا الانطلاق الجميل والرائع على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين في هذه التحديات في تحديات ختامي تمهيدي المرموم في هذا المساء الجميل في هذا المساء الرائع في هذه التحديات الرائعة. نعود إلى مقدمة الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام على المراكز الأولى والشعار الأحمر المسيطر على المقدمة مع هملول الذي يقود المشاركين وهملول الذي يليه بشعار هجن الرياسة مع ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي الذي يقدم هذه النوعية الجميلة وهذه المنافسات الرائعة في هذا المساء. محمس ياتي في المركز الثالث يندفع محمس في هذا الانطلاق من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير على المركز الثالث. أما المركز الرابع سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيج بن سالم بالعرطي يقود في التضمير. والمركز الخامس يتقدم في صوغان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد النعيمي. فايز بن غافان اليابري يتولى عملية تضميره. هذه المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة في هذا الاندفاع وهذا التحدي الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام يا هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. ما
شاء الله تبارك الله، الستة كيلو مترات ما شاء الله، الرقص مع الإذاع مع هذا الاندفاع وسن الامتاع، سن الإبداع كذلك في هذا الميدان في تحفة الميادين ميدان المرموب. السيطرة مع محمس، غير محمس إلى مقدمة الشوط، غاد مساري هذا الشوط بجدارة بشعار هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الذي يقدم محمس على المركز الأول على الانطلاق الأول ليحمس الجميع، يحمس جماهير هجن العاصفة المتابعة لهذا الشعار المنطلق مع هذه الانطلاقات. هاملول ياتي في المركز الثاني بشعار هجن الرياسة، وياتي الظافر علي بن يمير الوهيبي في قيادة تضميره، وهاملول آخر كذلك على المركز الثالث بقيادة الظافر بشعار هجن الرياسة هناك مع الشعار الأحمر. شوف الثلاثية الجميلة والرائعة على مقدمة الشوط على هذا الاندفاع الجميل وهذا التحدي الرائع على أرضية ميدان المرموم. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل. شوف الرقص بدون أوامر حتى هذه اللحظات، العروض تلقائية ذاتية في هذا الانطلاق، ومحمس لازال محمس يقود المشاركين، لازال محمس يندفع بالمركز الأول مع هذا الانطلاق بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقود محمس الواثق في هذا المسار بينما ياتي هاملول في المركز الثاني بشعار هجن الرياسة، وعلي بن يميل الوهيبي مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين. ما شاء الله تبارك الله على هذا الرقص وعلى هذا الاندفاع الجميل وهذا الاندفاع الشيق. نسير مع مقدمة الشوط، نعود مع محمس الذي انطلق بهذا الاندفاع، انطلق بهذا الانطلاق في مساره وتحدياته في انطلاقاته الجميلة والرائعة في هذا الميدان في هذا الانطلاق. يا سلام، يقود المشاركين محمس، وياتي هاملول في المركز الثاني، وياتي هاملول الآخر كذلك في المركز الثالث. ثلاثية جميلة بشعار هذه المؤسسات العملاقة على ظهور الأصايل، على ظهور الأصايل، الأمتار الأخيرة الأخيرة في هذا المسار في هذا التحدي في هذا الرقص الجميل. هناك محمس على المقدمة، محمس على المركز الأول على الانطلاق الأول، يسيطر ويقود المشاركين، يتحدى المنطلقين، يقدم شعار هجن العاصفة وإنجازاتها المتكررة والمتعددة في هذا المساء. تهانينا تهانينا على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الانطلاق الرائع. يا سلام ما شاء الله يا محمس، بدأ ينفرد، بدأ يعلن خلاص الرقص في الأمتار الأخيرة. هاملول في المركز الثاني بشعار هجن الرياسة، ولكن محمس هناك ينطلق بالمركز الأول، ينفرد بدون أي توامر، يقدم العرض التلقائي. تهانينا تهانينا على فوز محمس، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يا سلام، وتهانينا للواثق كذلك على هذا الفوز وعلى هذا الأداء. يا سلام، محمس على مقدمة الشوط، محمس على المركز الأول، الأمتار الأخيرة، يدخل حزام الأمان، يقرب من حزام الأمان والساحة الخضراء ليعلن الفوز ويعلن الناموس. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير على فوز محمس بالمركز الأول، بينما المركز الثاني نشوف هاملول هناك من ياتي في المركز الثاني بهذا الأداء الجميل بشعار هجن الرياسة، بينما المركز الثالث كذلك هاملول بشعار هجن أو المركز الثالث تقدم في سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع يأتي فيه هاملول من هجن الرياسة، والمركز الخامس صوغان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد النعيمي. هكذا كان هذا الشوط ومساره وتحديات الجميل محمس الذي حمس الجماهير والمتابعين لشاشة دبي ريسنج. قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و13 ثانية، 13 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما أتى هاملول في المركز الثاني ليحمل شعار هجن الرياسة وهذا التحدي والتنافس الجميل والشيق الذي تتابع جماهير هذه التحديات. هذا هاملول قطع المسافة في 9 دقائق 19 ثانية، جزئين من الثانية بشعار هجن الرياسة. تهانينا تهانينا كذلك لعلي بن يميل الوهيبي، بينما وصل سراب في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن سالم بالعرطي. قطع المسافة في 9 دقائق و24 ثانية و15 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. أيها الحبل الكريم، مشاهدين